السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. ما زلنا بنتكلم في موضوع vSphere Authentication واللي كنا بدأنا فيه مع الـ SXI، وقلنا على مستوى الـ SXI تقدر تكريت أكونتات لوكال وتبدأ برميشن على مستوى الـ SXI، أو تقدر تجين الـ SXI للـ Active Directory، فبالتالي تقدر تستعمل الاكونتات في الاكتيف دايركتوري ان هي تكون ادمن على مستوى ال SXI. النهارده هنطبق نفس الكلام ده لكن على مستوى الفي سنتر، ويعتبر الفي سنتر هو اللي احنا بنستعمله بشكل يومي، فبالتالي موضوع الاوثنتيكيشن اوثرايزيشن هتعمله كتير جدا على مستوى الفي سنتر، لان التيم الاي تي اللي هم الفي سفير ادمن او الفي وير ادمن يحتاجهم باستمرار. لو عندك اكتر من يوزر يحتاج ان هو ياكسس الفي سنتر، او بمعنى ادق الفي سفير كلاينت، علشان يبدا يمانج الانفايرمنت، فبالتالي لازم يكون ليه يوزر نيم وباسورد. عندنا برضو تو اوبشن هنا، الاول ان يتكريت الاكونتات لوكال، وده بيكون في الدومين الاساسي اللي موجود عندنا في الفي سفير دوت لوكال، اللي بيكون فيه الاكونت الوحيد عندنا اللي هو الادمنستريتور اللي بنستعمله او بيتكريت في وقت السيت اب. بعد كده انت تقدر تكريت اكونتات بالعدد اللي تحتاجه وتديهم برميشن حسب الاحتياج. الطريقه الثانيه ان انت بتعمل انتجريشن ما بين الفي سنتر واي ال داب سيرفيس كمايكروسوفت اكتيف دايركتوري او ال داب كدايركت سيرفيس للينكس والحاجات اللي هي الاوبن سورس، فبالتالي بتستعمل الاكونتات من الدايركت سيرفيس او الاكتيف دايركتوري لو انت مستعمل مايكروسوفت اكتيف دايركتوري، فبالتالي الاكونت بيكون متكريت، انت بس بتدي له برميشن على مستوى الفي سنتر. لو شفنا كده احنا الطبيعي عندنا بيكون على مستوى الفي سنتر، لو دخلنا في الفي سنتر في الادمنستريشن في الجزء بتاع السنجل سينون، وقلنا بطبيعه الحال في الفي سنتر الجزء اللي مسؤول عن عمليه الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن بنقول عليه الاس اس او او السنجل سينون. طبعا في الاصدارات اللي قبل الفي سفير 7 كان الموضوع الخاص بالسنجل سينون في الاركتكتشر بتاعته او الديزاين كان مختلف شويه عن السيفن. نقدر نقول في السيفن الموضوع بقى ابسط شويه، هو عمليه الانتجريشن مثلا مع الاكتيف دايركتوري او ان انت تكريت يوزر على الدومين اللي هو الفي سفير دوت لوكال وتديهم برميشن، هي نفس الطريقه يعتبر من كل الاصدارات اللي قبل كده، لكن الاختلاف بس في وجود الاس اس او او السنجل سينون، وده لان كان في اللي اشتغل على الاصدارات اللي قبل الفي سفير 7 والفي سنتر 7 كان الفي سنتر تقدر تقسم السيرفيس بتاعته على اكتر من ابلاينس، على اكتر من فيرتشوال ماشين. فكان مثلا في الاصدارات اللي هي مثلا 6.5 و 6.7 كنت تقدر تقسم مجموعه من السيرفيس بنسميها البي اس سي او البلاتفورم سيرفيس كنترولر، اللي اهم سيرفيس بداخلها اللي هو الاس اس او، كنت تقدر تعملها على الابلاينس لوحده غير الابلاينس اللي عليه السيرفيس بتاعت الفي سنتر نفسها. ده علشان ايه؟ بتوزع السيرفيس بتاعتك على اكتر من ابلاينس او على اكتر من فيرتشوال ماشين. طبعا الموضوع ده كان ليه بعض السلبيات، علشان كده بدايه من الفي سنتر 7 لا خلاص الموضوع بقى الزام ان هو ابلاينس واحد في ام واحده على كل السيرفيس. لكن بوجه عام سواء انت كنت مستعمل بنقول كان المسمى بتاعها زمان اللي هو الاكسترنال بلاتفورم سيرفيس كنترولر او الاكسترنال بي اس سي اللي كان جواه الاس اس او، ده كان منفصل، او سواء انت امبيدد في الاصدارات اللي قبل كده لان انت كان عندك الاوبشن ان انت تعمله اكسترنال او امبيدد، هو نفس الطريقه بتاعت الكونفيجريشن، يعني هي نفس الكونسبت واحد. حاليا في السيفن خلاص هو كل الاس اس او اصبح امبيدد في نفس الابلاينس بتاع الفي سنتر. فهنا بقى لو انت حابب تعرف اليوزر اللي موجودين عندك، هل انت عامل انتجريشن مع اي ال داب سيرفيس او اي دايركت سيرفيس، فبالتالي بتدخل على الفي سنتر عندك في الادمنستريشن في الجزء هتلاقي مكتوب سنجل ساينون او اس اس او. في الاس اس او بقى بنشوف اول حاجه عندنا اللي هي اليوزر وجروب، بتلاقي عندنا الدومين الافتراضي اللي انت كريته وقت الديبلويمنت بتاع الفي سنتر. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده الدومين ده هو الاسم الاشهر بتاعه في سفير دوت لوكال، لكن انت ممكن تكتب اي اسم تاني، لكن دايما الكل يعني بيستعمل الاسم اللي هو الايه الاشهر اللي هو في سفير دوت لوكال. فاوتوماتيك على طول اول ما بتشوف الفي سفير دوت لوكال بتلاقي عندك دي اليوزر اللي هي باي ديفولت بتكريت عندك. الاكونت الوحيد اللي نقدر نستعمله اللي هو الادمنستريتور. طيب هل نقدر نكريت اكونتات تانية؟ تقدر تكريت اكونت فين؟ تقول له اد هنا وتبدا تكريت اليوزر النيم بتاعه واللوجن نيم والباسورد
كده اليوزر اتكريت عندك، وبعد كده بتدي له البرميشن عندك. طبعا هنا تقدر تعمل ديسيبل لليوزر، واليوزر لو اتعمل له لوجد يعني كتب الباسورد اكتر من مره خطا، وهنشوف الباسورد لو كتبتها كم مره خطا يتعمل لها لوجد، ده هيبقى في الموضوع بعد كده اللي هو الباسورد بوليسي. فمن هنا تقدر تكريت اليوزر عندك. طيب واحد يقول لي لا انا مش عايز بقى اقعد اكريت اليوزر لوكال والكلام ده، وكسكيورتي وايز يفضل ان احنا نكون عاملين انتجريشن مع دايركت سيرفيس زي الالداب، ولا خلاص الموضوع بيكون بسيط ان انت بتبدا تعمل انتجريشن ما بين الفي سنتر مع اي دايركت سيرفيس زي طبعا الاشهرهم اللي هو مايكروسوفت اكتيف دايركتري. ده الوضع بيكون الديفولت بتاعك، بيكون هو مكتوب عندك السيستم دومين اللي هو الدومين بتاعك اللي هو الفي سفير دوت لوكال. اللوكال او اس دي لو اكونتات موجوده على مستوى الاو اس بتاع الفي سنتر نفسه اللي هو الفوتور نفسه، وده سيناريو محدش بيستعمله خالص يعني. يعني احنا دايما يا اما بنكريت الاكونتات في السيستم دومين اللي هو الفي سفير دوت لوكال، او لو انت عامل انتجريشن مع اي دايركت سيرفيس عندك. فهنا انت تقدر تعمل بقى جوين للفي سنتر للدومين. طبعا هتلاحظ هنا في كلمه بيقول لك ايه امبيدد. ايه معنى امبيدد؟ دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، ان الاس اس او حاليا اصبح امبيدد يعني موجود على نفس الفي ام بتاعه الفي سنتر. الاوبشن ده لو انت قبل الفي سنتر 7 كنت تلاقي ممكن يقول لك ان اكسترنال، اكسترنال يبقى لا خلاص الاس اس او موجود، او بمعنى ادق بقى البي اس سي اللي هو البلاتفورم سيرفيس كنترولر اللي جوه الاس اس او موجود على في ام تانية. انما حاليا هو على طول بقى كله امبيدد. ليه؟ لانه هنا بيقول لك الاس اس او مكانه فين. فبدايه من 7 خلاص هو ما عادش في عندنا اي اختيار، هو لازم يكون امبيدد. فمن هنا بنبدا نعمل بقى اد، نضيف الاكتيف دايركتري. لما بنيجي هنا نضيف بقى، هو طبعا في اكتر من طرف الانتجريشن ده هنشوفها في بالتفصيل بعد كده. نخلي بالنا بقى من نقطتين مهمين جدا جدا جدا. اول نقطه شوفوها بيديك هنا رسالتين. لو انت حاولت تضيف على طول تقول له اسم الاكتيف دايركتري عندي مثلا اكس واي زد دوت كوم مثلا والكلام ده، يقول لك لا ده انت لازم الاول تجوين الفي سنتر للاكتيف دايركتري. يعني دي خطوه لازم تعملها، بدون الخطوه دي استحاله تقدر تعمل اد. وهنشوف ان احنا نقدر ازاي بنضيف او بنعمل جوين للفي سنتر للاكتيف دايركتري. يعني خلي بالك في هنا خطوه لازم تتعمل الاول. تاني ليه؟ ايه؟ ان انت تجوين الاكتيف الفي سنتر للاكتيف دايركتري، وده بيحتاج ان الفي سنتر يعمل ريبورت. يعني احنا مثلا لما في المره اللي فاتت عملنا جوين للاس اكس اي للدومين او الاكتيف دايركتري ما طلبش يتعمل ريبورت، لا هنا الفي سنتر لازم يعمل ريبورت. فتخلي بالك النقطه دي بتحتاج منك داون تايم. طيب نيجي بقى ل برضه في رساله تحذير مهمه هنا ورنينج بيقول لك عليها، ان في اصلا الديفولت انتجريشن عندك ما بين الاكتيف دايركتري والفي سنتر حاجه اسمها الاي دبليو اي، او في الاكتيف دايركتري اللي هو انتجريتد ويندوز اوثنتيكيشن. الاي دبليو اي ده هو الرساله هنا اختصار ايه؟ ان هو بيقول لك في النكست ريليز المفروض الطريقه ديت خلاص هتتلغي. طب ايه البديل بتاعها؟ يبقى في حاجه اسمها الالداب انتجريشن عن طريق الالداب او الالدابس لو انت بتستعمل كسكيور. وللعلم الطريقه دي ظهر فيها فولنربيلتي من حوالي كام شهر كده الفتره اللي فاتت، ان اللي كان بيبقى عامل انتجريشن بالطريقه دي كان في يعتبر فيها فولنربيلتي، وكان بيبقى فيها امباكت على الانفيرمنت عندك، لانه ممكن اي حد يقدر يدي بيرميشن طبعا. فكان الحل بتاعها ان انت تغير الانتجريشن وتعمله بالالداب او الالدابس يعني زي ما هنشوف، ولازم يكون فيها سيرتيفيكت وكده. فهي الطريقه دي المفروض هتتلغي. طبعا هي الرساله دي لاي حد اشتغل على الاصدارات اللي قبل كده من الفي سنتر، هي دايما في مور تقول لك في النكست ريليز هيلغوها في النكست، وحتى لما لغوهاش يعني يعني ومش محدد امتى. يعني الرساله دي بتظهر بقى لها فتره كبيره، مع ان اصلا الاي دبليو اي ده اسهلهم في الانتجريشن زي ما نشوف يعني، لان ده خلاص بيحتاج الفي سنتر عندك يجوين الاكتيف دايركتري جاست، بس يوزر نيم وباسورد الاكونت في الاكتيف دايركتري تقدر تجوين الايه، او تقدر تعمل انتجريشن مع الاكتيف دايركتري. الطرق الثانيه الال داب والال دابس لا بتاخد بتحتاج تفاصيل اكتر. فدايما يكاد يكون بنسبه 99% في اي انفيرمنت على مستوى العالم هتلاقي الكل بيستعمل الاي دبليو اي، لان هي ايه ابسطهم يعني. لكن تحط في الاعتبار ان دي المفروض في اي اصدار بعد كده هتتلغي، فلو انت هتعمل ابجريد فيفضل ان انت ما تستعملش الطريقه دي. فاجمالا احنا هنشوف كل الايه الطرق ان شاء الله. طيب عايزين نشوف بقى كده الاول مثلا ان احنا نجرب نكريت يوزر لوكال في الفي سنتر
في الدومين اللي هو الفيسفيرز لوكال ونديهم بيرميشن، وبعد كده نشوف لو احنا عايزين نعمل انتجريشن مع الاكتيف دايركتري ونديله بيرميشن. طبعا هنا هي دي الطرق الثانيه لو انت عايز تعمل انتجريشن مع الاكتيف دايركتري. الطريقه الاولى اللي هي الاي دبليو اي اللي انتجريت ويندوز اوثنتيكيشن، ودي اللي هتتلغي في المفروض في المستقبل يعني. الطريقتين التانيين عندنا في اللي هم يعتبر اكتيف دايركتري اوفر ال داب، يعني الطريقه الاولى والثانيه ديت مع اللي هو مايكروسوفت اكتيف دايركتري، يعني هي الاختلاف بس في الكوميونيكيت ايه، وطبعا كل طريقه من دي بتختلف في البورتات اللي المفروض تتفتح وكده. ديت ال داب، ديت ال داب وال دابس الاثنين مع بعض، يعني اللي بيختلف بس ان انت هتستعمل في ال داب سيرتيفيكت. الاوبن ال داب لا، لو انت عندك الدايركت سيرفيس عندك ما عندكش مايكروسوفت اكتيف دايركتري، عندك اوبن ال داب بقى من مثلا الحاجات اللي هي لينكس ريد هات والحاجات دي، فانت بتستعمل الايه الاوبن ال داب في الحاله دي. طيب لو احنا شفنا بقى الكلام ده كده، لو احنا مثلا برضو نشتغل على الهاندز واللاب، مثلا عندنا هنا الفي سنتر بطبيعه الحال الاكونت لسه الوحيد الموجود عندنا اللي هو ادمنستريتور اد في سفير دوت لوكال. لو نشوف بقى اللي احنا اتكلمنا فيه بشكل نظري كده، لو احنا جينا دلوقتي عايزين نشوف اصلا هل الفي سنتر بتاعنا معمول له انتجريشن ولا لا، ايه اليوزر اللي موجودين. بطبيعه الحال زي ما قلنا احنا شغالين بالادمنستريتور ده معاه فول بريفليج على كل شيء. لو جينا هنا في الادمنستريشن هنلاقي عندنا تحت، نقفل ده كله كده، هنلاقي عندنا اخر حاجه تحت اللي هي السنجل ساين اون او الاي سي اس او، ده اللي احنا وضحنا الفكره بتاعته سيناريو مكان اكسترنال وكده. حاليا كله امبيدد على نفس الفي ام اللي هي بتاع الفي سم. هتلاقي عندك تو اوبشن هنا، الاولين اللي هو اليوزر وجروب وده اللي احنا شفناه اهو. هنا هيوريك بقى اسم الدومين، يعني دي اليوزرز اللي عندك. طب هي موجوده فين؟ الديفولت عندك بدون اي شيء لو انت عامل سيت اب بس للفي سنتر وبتشوف، هتلاقي عندك لوكال او اس دي الاكونتات اللي موجوده على مستوى الاوبريتنج سيستم نفسه اللي هو الفوتون، وهتلاقي عندك الدومين اللي انت اللي هو الدبلوميت وقت ما الدبلوميت بتاع الفي سنتر، وقلت لك هتلاقي فيه الاكونت اللي هو الادمنستريتور، وديت بقى الايه التفاصيل بتاعته. المفروض بقى لو انت عامل انتجريشن مع اي ال داب سيرفيس او اي دايركت سيرفيس هتلاقي موجود عندك ايه اسم الدومين، يعني هيبقى ثلاث اختيارات. الديفولت بتاعنا اختيارين، لو انت عامل انتجريتد مع اي دايركت سيرفيس هتلاقي فيه اختيار ثالث اللي هو باسم الدومين بقى الموجود عندك، وده لسه هنعمله بعد كده. طيب فاحنا قلنا الاشهر دايما ان انت بتستعمل يعني لو انت عندك الاثنين اوبشن دول بس اللوكال او اس والفيسفير دوت لوكال، خلاص انت بتستعمل الفيسفير دوت لوكال وتكريت في الاكونتات دي الاكونتات الديفولت الموجوده عندنا. لو عايز تكريت اكونت ثاني هنقول له مثلا اد، وشوف هو ده اليوزر نيم، لا هنقول له بقى كريت لنا يوزر مثلا اسمه احمد، الباسورد بقى طبعا الباسورد لازم تكون كومبلكس، حتى هنا بيدي كود يقول لك الريكويرمنت بتاعتها من 8 كاركتر ل 20 الماكسيمم، ماست يكون فيها كذا وكذا وكذا. طبعا احنا هنشوف بعد كده ان انت لو حابب تغير الباسورد بوليسي دي، ان انا لا شايف ان 8 كاركتر لا انا عايزها تكون اقل من كده، ما تكونش فيها الكومبلكس دي كلها، تقدر انت تغير الكلام ده يعني، في هنشرحها بعد كده ان شاء الله بالتفصيل. طيب فنكتب الباسورد بتاعتنا، نتاكد بس الاثنين زي بعض. طيب الفيرست نيم واللاست نيم وكده اوبشن يعني عادي، او تقول له احمد لو عايز الايميل الكلام ده كله اوبشن، ونقول له اد. شوف هو كريت لنا انا يوزر اهوت اسمه احمد، مفيش طبعا لاست نيم ولا الكلام ده. لوجد ما هوش لوجد، ما هوش ديسيبل، ما هوش طبعا ديسيبل، ده انت تعمل ديسيبل انا مش عايز اليوزر ده يدخل مثلا اوقفه لفتره ما كده. انا لو عملت كده سيلكت واقدر هنا ايه اقول له ديسيبل، يعني لو انا عايز ايه اليوزر ده مثلا كان موجود وطلع اجازه مثلا، او خلاص مثلا خلاص ما عادش شغال معانا وانا مش عايز ادلت الاكونت، انا عايز اعمل له ديسيبل فتره، فتقدر تعمل له ايه ديسيبل يعني، ويفضل موجود بنفس البرميشن بتاعه لكن ما يقدرش يلوج. طب حاليا حكرتنا اليوزر اللي اسمه احمد ده، لو عمل لك كده لوج اوت من الادمنستريتور ودخلنا تاني كده على الفيسفير ويب، لو جينا هنا قلنا له احمد، خلي بالنا بقى من النقطه هنا، الصح ان انت تكتب احمد ات الدومين بتاعك. ليه؟ لان انت بعد كده لو عملت مثلا انتجريشن مع الاكتيف دايركتري وكان في يوزر نيم اسمه احمد، فبدون ما انت كاتب له احمد ات كذا هو ده هيبقى في كده يعني
ميس كونفجريشن. طب هو هيروح يوثنتيكيت من الفيس فيرو دوت لوكال ولا من الدومين بتاعك اللي اسمه كوربو دوت لوكال مثلا زي ما موجود في اللاب. فدايما اكتب النيم كامل، يعني النيم ات اسم الدومين عشان تفهموا هيوثنتيكيت فين، لان احنا ما عندناش مثلا اختيار تحت ان انت توثنتيكيت منين السورس بتاعك. طيب فنقول له الباسورد بتاعتنا ونبدا نقول له لوجن. شوف دلوقتي ايه الرساله اللي ظهرت بالنسبه لنا، قال لك انت ما تقدرش تدخل، يعني الرساله الحمراء دي نشوفها مشهوره جدا، يعني بيقول لك انت دلوقتي انيبل تو لوجن علشان انت ما عندكش بيرميشن على اي حاجه في الفي سنتر. يعني طبعا انت تقدر تدي له بيرميشن على مستوى الفي سنتر كله كجلوبال بيرميشن، فيقدر اكسس كل حاجه. لا انا اقدر ادي له مثلا على كلاستر واحد، على داتا سنتر واحد، على الجزء بتاع النتورك، على فولدر معين في في ام. فحاليا قال لك انت ما عندكش اي بيرميشن. نفس الكونسبت معانا اللي حصل في الاي 6 اي، يعني ما ينفعش ان انا اكريت اكونت واقول له ادخل لي. زي ما احنا قلنا في بعض السوليوشن تانية عند بعض الفندور، مجرد انت ما بتكريت اليوزر بيبقى واخد ريد اونلي كبيرميشن. لا احنا هنا لازم تدي له البيرميشن. فعشان كده انا هدخل بادمنستريتور تاني لازم ادي له بقى البيرميشن عندنا. طيب في الحالة دي علشان ادي له البيرميشن لازم تيجي برضو في الجزء بتاع في المينيو هنا في الادمنستريشن زي ما احنا فاتحين، هتلاقي فوق جزء اسمه رول وجلوبال بيرميشن. الجلوبال بيرميشن دي ده يعتبر كده انا بدي له بيرميشن على الفي سنتر كله، تمام. لكن مش معنى ان انا مدي له جلوبال بيرميشن هو يبقى واخد فول اكسس، لا ده هو هيبقى ياكسس كل شيء في الفي سنتر بما فيهم كل الداتا سنتر، الكلاستر، الفي امز، كل شيء، لكن انا بحدد له الرول. وده يفتح لنا بقى نقطه معينه اللي هي ايه انواع الرول اللي عندنا. دي طبعا هنشرحها لسه بالتفصيل لان دي نقطه مهمه جدا وبتحتاجها في الواقع العمل كتير. يعني موضوع الرول في على مستوى الاي 6 اللي مش هناك كانت الموضوع ليميتد شويه، انما على مستوى الفي سنتر لا، ده دي مهمه جدا جدا جدا، لان واحد ممكن يجي يقول لك انا عايز بس اخد على الجزء اللي هو بتاعت النتورك، لا انا عايز اخد على الاستورج بس، لا ده انا عايز اخد على كونفيجريشن معينه في الاستورج، لا. فهي دي هنا في الرولز في تفاصيل كتير جدا، فدي هنشرحها لسه ايه بالتفصيل. لكن اجمالا لو انت عايز تدي دلوقتي بيرميشن كده بشكل سريع ليوزر معين، انت لو جيت هنا على مستوى الفي سنتر نفسه او على الداتا سنتر او على الكلاستر او على اي اي 6 اي، دايما هتلاقي على اليمين عندك الجزء اللي هو بتاع البيرميشن اهو، تمام. ولو عملت رايت كليك اصلا عليه برضو هتلاقي لك ايه اد بيرميشن، يعني سواء رايت كليك على الايتم اللي عندك هتلاقي فيه اد بيرميشن، لو دخلت على اليمين عندك هنا في التباهي هتلاقي اللي هو البيرميشن. طبعا مش هتلاقي اليوزر بتاعنا اسمه احمد لان احنا لسه ما ادينالوش اي بيرميشن. نفس الكلام لو رحنا مثلا على الكلاستر دي اهو هتلاقي الجزء بتاع البيرميشن، لو جينا على الكلاستر التاني الجزء بتاع البيرميشن. ايه اللي بيحصل عندنا؟ الطبيعي ان انت لو اديته بيرميشن على مستوى الفي سنتر وعملت له بروبجيت ان هو اوتوماتيك كل الايتم اللي تحت باي كان بقى في الانفنتوري بتاعنا اوتوماتيك هتنهرت البيرميشن منين؟ من اللي جاي من فوق. فبالتالي لو انا اديته بيرميشن على مستوى الفي سنتر الاسم بتاعه اوتوماتيك كل بقى الانفنتوري اللي هنا بما فيه اللي هتتكرر في المستقبل اوتوماتيك هتاخد نفس البيرميشن اللي هنا. طب لو انا عايز بقى اديله بيرميشن على كلاستر معين يبقى لا، في الحاله دي لازم اجي على الكلاستر دي. طب عايز بيرميشن على مستوى هوست معين، خلاص يبقى اجي على الهوست. طيب لو جينا مثلا اليوزر اللي اسمه احمد انا عايز اديله مثلا على مستوى الفي سنتر كله، خلاص هيجي هنا على الفي سنتر في البرميشن هنا، او لو عملت ريد كليك وقلت له اد نفس الموضوع. فلو جينا هنا مثلا في برميشن هتلاقي عندك هنا الاد اهي، تقول له اد برميشن. لو ضغطت هنا اهو كل بقى اللي عملوا لك ايه، اول حاجه اسم الدومين، يعني بيقول لك دلوقتي اليوزر بتاعك ده السورس بتاعه هو جاي منين حاليا. مازال لان احنا ما عملناش اي انتجريشن مع اي الداب ولا دايركت سيرفيس تانيه، فبالتالي عندنا الاثنين ديفولت دومين اللي موجودين عندنا. فبالتالي لو انت عايز اليوزر بقى اللي عندك ده متكريت في الفيسفيرو دوت لوكال يبقى تختار فيسفيرو دوت لوكال. طيب اليوزر اسمه ايه؟ اسمه لو انت كتبت المفروض اول حرفين ثلاثه هو بيكمل لك على طول بيديك سيرش. يعني طبعا زي ما احنا هنشوف انت ممكن يكون متكريت جروب عندك، مفيش مشكله تقدر برضه تكريت جروب في الفيسفيرو دوت لوكال وتحط الايه اليوزر. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه بالنسبه لنا، الرول بتاعتك. ايه الرول اللي موجوده؟ ده بناء بقى على الرول اللي متكريت عندك، هتلاقي عندك دي اصلا، شوف دي كلها مجموعه من الرول. المجموعه من الرول ديت كل رول من دي بتديك بيرميشن معين،
حسب بقى يعني في رول معينه مثلا يعني نو اكسس خلاص هو مش هيبقى شايف حاجه، لا انا ممكن اديله مثلا ايه في ريد اونلي، دي اشهر الحاجات. تيجي بقى انا عايز اديله مثلا على مستوى الفيرتشوال ماشين اهي، دي مثلا بيرميشن يخص الفيرتشوال ماشين، يعني مثلا ده فيرتشوال ماشين يوزر. فيرتشوال ماشين يوزر ده بيبقى ايه؟ على مستوى في ام معينه او فولدر خاص بالفيرتشوال ماشين، ان هو ده يقدر ايه واخد فول اكسس على الفي امز دي بس، يعني يقدر يديت فيها باور اون باور اوف، يزود الريسورسز الكلام ده. طيب ده مثلا فيرتشوال ماشين كونسول، ده اخره ايه؟ ان هو يقدر يشوف الفي ام كريد اونلي، لكن يقدر يفتح الكونسول بتاعها واكسس يلوجن على الفي ام. يعني انت مثلا ايه احيانا في تيم عندك مثلا في تيم الابلكيشن عايز ياكسس الفي ام بتاعته ومش متاح مثلا حاجه كريموت ديسكتوب، خلاص انا ممكن اخليه يلوجن على الفي سنتر، بس انا عايز اديله بيرميشن ان هو اخره على الفي ام الخاصه بيه ان هو يشوف الكونسول بتاعها عشان يلوجن مثلا على الاوبريتنج سيستم، لكن ما يقدرش يديت في اي حاجه اديله الكونسول. طبعا دي بعض الديفولت رول اللي موجوده، وفي حاجات تانية كتير احنا هنقدر نكريتها زي ما هنشوف بعد كده. طب لو احنا مثلا اليوزر بتاعنا اللي هو اسمه احمد ده نديله ريد اونلي فقط، طبعا بجد لو تو تشيلدرن يبقى خلاص يبقى كل الايتم اللي تحته هتاخد انهرت، يعني هي هتبقى نفس البرميشن لان احنا بكريتينه دلوقتي على مستوى الدومين او على مستوى الفي سنتر، فاوتوماتيك اي ايتم تحت تشيلدرن تحت في الانفنتوري دي هتاخد نفس البرميشن اللي هو الريد اونلي. طبعا بقى دي بتبقى احيانا جميله انه يقول لك ايه، وده حتى كان سؤال في الامتحان بتاع الفي كاب ديبلوي اللي هو للداتا سنتر، كان جاي سؤال شبه ده ان هو كان بيقول لك ايه كاريت يوزر احنا عايزينه ياخد ريد اونلي على مستوى الفي سنتر كله، بس في فيرتشوال ماشين معينه انا عايزينه فول اكسس عليها. فكان ايه نفس اللي احنا بنعمله دلوقتي، يعني ان انت هتدي له على مستوى الفي سنتر كله ريد اونلي، وهتيجي على الفي ام اللي هو ذاكرها لك في الامتحان بس هتدي له ايه برضه هتيجي في الجزء بتاع البرميشن ادي له ايه ادمنستريتور عليها. فبالتالي هو لما يدخل في الفي سنتر شايف كل حاجه واخد بس ريد اونلي عليها، لكن الفي ام اللي هو طالبها هو ياخد فول اكسس عليها لان انت مديله برمشن. في الحاله دي انت بتبقى عامل بقى ايه في اتنين برمشن بيدوم الاتنين متعارضين مع بعض. طيب في الحاله دي احنا بتاعتنا بقى هنديله على مستوى الفي سنتر كله ريد اونلي ونقول له اوكي. شوف بقى دلوقتي ايه اللي حصل، المفروض هنا دلوقتي اهو الاكونت اللي اسمه احمد خد ايه ريد اونلي، ده الرول بتاعته. طيب لو جينا المفروض على اي ايتم تاني او اي حاجه في الانفنتوري تحت، المفروض هتلاقي احمد اهوت وبرده واخد ريد اونلي. شوف قال لك اصلا هو ديفايند فين، معمول فين، من على مستوى اصلا الفي سنتر، يعني البرميشن ده انت ما جيتش كاريته على الداتا سنتر ولا جيت كاريته على الكلاستر، لا ده هو جاي منين، من البيرنت فوق اللي هو الفي سنتر في الحاله بتاعتنا. الكلاستر برده نفس الموضوع اهي الكلاستر الثاني. طب لو جيت على اي في ام داخل الكلاستر هتلاقي نفس الايه البرميشن اهوت وهتلاقي ريد اونلي. طيب المفروض بقى دلوقتي اليوزر اللي اسمه احمد ده لو عملنا كده لوك اوت من الفي سنتر ونحاول ندخل تاني باليوزر بقى اللي هو احمد هو متكيش عندنا ونقول له لوجن، شوف فتح معانا اهو اللي هو كان من شويه قال لك ايه انت مالكش اي برميشن، لا خلاص احنا ادينا دلوقتي برميشن على مستوى الفي سنتر عندنا وادانا، لكن ادانا له بس ريد اونلي. طب الريد اونلي ده شايف اهوت الفي سنتر بتاعنا، شايف ان احنا عندنا اتنين كلاستر فيها مجموعه من الهوستس. طيب لو جينا مثلا على اي فيرتشوال ماشين ايه البرميشن بتاعته اللي موجوده، شوف للعلم لان هو واخد ريد اونلي ما يقدرش يفتح الكونسول بتاع الفيرتشوال ماشين. يعني خلي بالكوا حته الكونسول دي مهمه جدا، يعني حتى مع دايما الجماعه بتوع السكيورتي وكده يقول لك لا احنا مش عايزين اي حد يقدر يفتح الكونسول بتاع اي فيرتشوال ماشين عشان ما تقدرش تشوف ايه اللي بيحصل لو الكونسول لو حد عامل لوجن او انت تقدر تلوجن على باي اكونت. يعني المهم احنا دلوقتي الان عاملين ريد اونلي، شوف كله ديمد بالنسبه له ما يقدرش يبار اون ولا يبار اوف ولا يعمل اي حاجه في الفي ام، ما ياخدش مثلا سناب شوت الكلون والكلام ده كل شيء مقفول بالنسبه له اهوت، ما يقدرش يدلت، ما يقدرش الايديت سيتنج لو فتحها هيقدر يشوف بس لكن ما يقدرش طبعا يشوف، ما يقدرش يغير الاداه هي الديمد خالص لان هو واخد ريد اونلي. تمام فبالتالي دلوقتي ان احنا بكل بساطه قدرنا نكريت يوزر بنعتبره دلوقتي لوكال لانه على الفيسفير دوت لوكال لان ما عندناش لسه اي اكتف دايركتوري انتجريتد، ولان احنا عملنا له بروبيجيت تو اول تشيلدرن فبالتالي دلوقتي البرميشن بتاعه. طيب فبالتالي دلوقتي اليوزر اللي هو احمد لانه هو واخد ريد اونلي فما يقدرش يعدل في اي شيء، يعني هو بس يشوف. طب لو انت حابب بقى تكريت مثلا يوزر تاني وتدي له برميشن
أعلى من كده مفيش أي مشكلة يعني. خلونا كده نقول مثلا ندخل تاني بالادمنستريتور ادفيسيورد لوكال ونكريت يوزر تاني ونديله بيرميشن اعلى. انا الموضوع هي نفس الكونسبت نفس الخطوات اللي احنا عملناها. هنيجي مثلا طبعا هنحتاج الاول نكريت اليوزر. طبعا لو انت عامل انتجريشن مع اكتيف دايركتي مش هتحتاج تكريته، انت هتدي البيرميشن على طول. هنيجي هنا نقول له فيسفيرد لوكال، احنا عندنا دلوقتي ادمنستريتور احمد الاثنين اكونت الموجودين، هقول له لا كريت لنا اكونت مثلا اسمه مثلا مصطفى ونديله الباسورد زي ما نحب. نكتبها. طيب ونقول له ايه؟ حاليا طبعا مصطفى موجود عندنا لكن ملوش اي برميشن، يعني ده كده اللي هو يعتبر باي ديفولت واخد البرميشن اللي هو نو اكسس، ما يقدرش اكسس شيء. فلو احنا بقى حابين نديله اكسس حسب بقى انت عايز تديله على مستوى الفي سنتر كله على مستوى فولدر معين زي ما تحب. فانت ممكن هنا تيجي واحد يقول لي طيب عايزين نديله مثلا ادمنستريتور، خلاص هاجي هنا في على مستوى الفي سنتر لو انا عايز اكسس كل شيء ويبقى ادمنستريتور خلاص هاجي هنا اقول له اد اليوزر، عندي اليوزر هنا اللي هو اسمه مصطفى، هنقول له ادمنستريتور وطبعا نقول له لوجيت يبقى ياخد عليها كله. نفس الشيء هو دلوقتي ادمنستريتور على مستوى الفي سنتر وانا عملنا بروجيت، لو شفت اي شيء تحت هتلاقيه واخد اللي هو الادمنستريتور. لو عملنا كده لوج اوت ندخل بقى بالاكونت اللي هو جديد، لكن زي ما قلت لك اكد ان هو مكتوب على فيسفيرد لوكال والباسورد. طيب هنا بقى هنشوف، هنلاقي طبعا ان هو لانه واخد ادمنستريتور فبالتالي لو جينا على اي فيرتشوال ماشين هنا كل شيء ظهر بالنسبه له، عايز يعمل باور اوف عادي خالص يقدر يبور اوف الفي ام، واخد ادمنستريتور عادي بقى ويكريت حاجه جديده يأدت هو دلوقتي يقدر يشتغل. طيب لو عايزين نعمل مثلا سيناريو تاني شويه، ان واحد يقول لك ايه، ولان ده سيناريو مشهور في الواقع العملي شويه، ان هو يقول لك مثلا انا محتاج ان انا عندي تيم مثلا اللي هو ابلكيشن معين ليهم مجموعه من الفيرتشوال ماشين، انا عايز ان هو يدخل على الفي سنتر لكن ما يقدرش اكسس الا الفيرتشوال ماشين الخاصه بيها. طب ديت نعملها ازاي؟ هقول لك نعمل السيناريو ده. ندخل كده بالادمنستريتور ونكريت يوزر لتيم مثلا الابلكيشن ونقول ان هم هياكسسوا فولدر معين ونشوف ده يتعمل ازاي. ندخل بقى تاني بالادمنستريتور. اول حاجه الفي امز عندك بتكون احنا مش هنروح نديله بيرميشن على فيرتشوال ماشين فيرتشوال ماشين، يعني على فرض مثلا ان هو عايز اكسس الفي ام اللي ابلكيشن والداتابيز والويب دول. طيب في الحاله ديت انا اعمل ايه؟ تكريت فولدر اصلا خاص بيه، يعني بدل ما تروح انا كريت او ادي له بيرميشن على مستوى الفي ام الاسهل، لا كريت له فولدر جديد. يعني نيجي هنا على مستوى الداتا سنتر هقول له نيو فولدر للفي ام اند تمبلت وهنقول له مثلا ده خاص ب مثلا الابلكيشن ديبارتمنت مثلا واقول له اوكي وتحط فيه الفي ام اللي انت محتاجها. يعني مثلا نقول له الفي ام اللي هي ابلكيشن وداتابيس، طبعا انت تنقل الفي ام داخل الفولدر ده عادي وهي شغاله مفيش اي مشكله، والويب وان احنا عايزينه بس ياخد اكسس على الثلاثه دول. طيب اول حاجه طبعا احنا لسه ما فيش اليوزر مش موجود، يبقى لازم نكريت له بس ايه يوزر الاول. هاجي هنا اقول له في الادمنستريشن في اليوزر اند جروب، طبعا ممكن لو هو اكتر من يوزر ممكن تكريت اكتر من يوزر وتحطهم في جروب وتدي البرميشن للجروب زي ما تحب، لان احنا عندنا هنا وقت الجروب تقدر تكريت جروب فلازم يكون اصلا عندك اليوزر عشان تحطه في الجروب يعني. طيب لو احنا جينا هنا مثلا احنا هنكريت يوزر واحد مثلا هنكريت هنا يوزر مثلا معين، هنقول مثلا ايه ده التيم مثلا الابلكيشن او الديفلوبر، هقول له مثلا ايه ديفلوبر 01 ونحط له الباسورد الخاص بيه. طيب ونقول له احنا دلوقتي ضفنا اليوزر لكن حتى الان هو ملوش بيرميشن على اي شيء، يبقى هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا على الفولدر الخاص بيه هندي له البيرميشن. هنا اجي هنا في البرميشن تمام هقول له
هنا خلاص في البيسفير اليوزر بتاعنا اللي هو اسمه ديف 01. انا هديله بس ايه ادمنستريتور على الفولدر، بس تخلي بالك برضو اديله بروبيجيت عشان يبقى واخد الادمنستريتور على الفولدر وما داخل الفولدر، لان هو دلوقتي لما يبقى واخد لو اديته على الفولدر بس بدون ما ياخد على اللي هو التشيلدرن اللي جواه مش هيقدر يديت حاجه فيه. ونقول له اوكي. طيب حاليا اليوزر هو اللي اسمه ديف 1 ادمنستريتور. طب احنا لو عملنا كده لوج اوت وندخل كده باليوزر اللي هو اسمه ديف 01 @sphere.local فتح معانا، بس ايه الوضع بقى؟ شوف اول حاجه دايما هيقابلك بقى الرساله دي، يقول لك خلي بالك انت، يقول لك ايه نو بريفليج تو فيو الفي سنتر كذا اوبجكت. لكن ايه اللي ظاهره لك؟ يعني انت شوف لو جينا على الجزء اللي هو الهوستس اند كلاستر وده الفي سنتر، يقول لك لا انت مالكش بيرميشن انت تقرا حاجه، لان احنا ما ادانوش اصلا اي بيرميشن على الفي سنتر. طب ايه الداتا سنتر اللي عندنا برده مالكش حاجه عليها. طب لو فتحنا لو فتحتها جوه ما هو مفيش حاجه. طب امال انا هوصل ازاي للفولدر بتاعنا؟ لا هنا بقى تيجي للجزء الثاني اللي هو الفيمز اند تمبلت. لما تفتحها كده الفي سنتر نفسه انت مالكش بيرميشن عليه، الداتا سنتر مالكش بيرميشن عليه، لكن لو فتحت هنا هتلاقي الفولدر الايه اللي موجود عندك. مع العلم ان احنا كان عندنا في امز ثانيه وفي اصلا اثنين فولدر اللي هو ديسكفرد في ام والفي سي ال اس، الاثنين فولدر موجودين. ولو عندك فولدر ثانيه بره او غير الفولدر اللي احنا مكريتينه ده كنت مش هيظهرهم عندك. فهو دلوقتي ايه اللي حصل؟ انت ما تقدرش تشوف على الفي سنتر اي شيء الا الفولدر الخاص بيك والفي امز. طبعا احنا كنا ممكن نداله على الفيرشوال ماشين، فيرشوال ماشين، لكن ده هيبقى ايه مش منطقي. يعني دايما ايه لو طلب منك السيناريو ده خلاص التيم اللي عندك اعمله فولدر ضيف فيه الفي امز اللي موجود. طب لو جينا مثلا للفيرشوال ماشين اللي اسمها ابلكيشن، شوف الكونسول شغال شايف التفاصيل كلها، لو حاب يعمل هو تقدر يبورن. طبعا احنا كمان هنا للعلم مدينه ادمنستريتور، انت ممكن تديله بس مثلا ان هو اكسس الكونسول بس، لان انت مثلا احنا دلوقتي لما نديله ادمنستريتور معنى كده ان هو لو فاهم شويه هيبقى فاهم ان هو ممكن يعمل اديت سيتنج ويعدل الريسورسز بتاعه الفيرتشوال ماشين. لكن انت الشخص ده او مش عايز تديله الا ان هو ياكسس الفيرتشوال ماشين، الصح هنا ان انت تديله بس ايه ان هو ياكسس الكونسول، يعني اللي هو الفيرتشوال ماشين كونسول ايه بس. فهو دلوقتي يقدر ياكسس الكونسول بس الفيرتشوال ماشين، او تديله مثلا ريد اونلي حسب بقى ما انت عايز يعني. فبالتالي هو قادر يشوف ده. لو جينا مثلا في الاستورج المفروض برده مش هيقدر يشوف اي شيء، لان احنا مش مدينه حاجه على الاستورج، النتورك ما فيش. فدي احد السيناريوهات اللي مشهوره ان انت محتاج التيم معين ان هو اكسس الفيرشوال ماشين بتاعته من ناحيه الفي سنتر. طب انا دلوقتي هعمل ازاي؟ خلاص كريت الفولدر بتاعه او في امز اللي هو بتاعته اللي هو عايزها، وما يقدرش يشوف اي حاجه تانية. يعني شوف الجميل هنا ان احنا لان الديفولت اصلا بيرميشن ان هو نو اكسس على كل شيء، فحتى مش واخد ريد اونلي على كل حاجه، لا احنا حتى مش عايزينه يشوف ايه الفي امز اللي موجوده عندنا، يعني حتى مجرد كمسميات او كده ومش قادر اكسسها باي حال، لكن كمسمى لا مش عايزينه يشوف. يعني ده كسكيورتي وايز احنا ما ينفعش ان حد يبقى عارف ايه التفاصيل اللي عندنا. يعني هو كويس قوي ان احنا مدينه بيرميشن يعني. ده يعني ايه برضو بتبقى دي سيناريوهات للضروره، يعني في طرق تانية ان هو اكسس الفي امز بتاعته. لكن لو ما فيش طريقه تانية ومحتاج انه اكسس الفي سنتر خلاص هتعملها له بالشكل ده، يبقى بديله بيرميشن على الفولدر الخاص بيه او الفي امز الخاصه بيه. يبقى احنا دلوقتي شفنا ان الموضوع بكل بساطه او موضوع الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن على مستوى الفي سنتر، ان انت بتكريت الاكونتات عندك على مستوى الدومين اللي هو او في الفي سفير لوكال، لان هو ده الدومين الافتراضي عندنا، وتبدا تدي له بيرميشن بقى زي ما تحب، وتقدر تدي له بيرميشن عكس بيرميشن، وهو بياخد يعتبر اللي هو البيرميشن الاعلى على مستوى الايتم اللي انت بتديه له في الانفنتوري عندك. ده كده يبقى الجزء الاول بتاعنا في موضوع الفي سنتر اوثنتيكيشن. ان شاء الله لسه نشوف بعد كده موضوع الرولز وموضوع بعد كده الانتجريشن مع الاكتيف دايركتوري. نشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو قريب جدا. السلام عليكم.